اه تحت حبيبي مين اي ميس يو ما بدي اشوفك زعلان راح نلتقى حلمي صار حلمك راح ادعمك طب ليش قريته من الاخر يا جماعه بل اهم حاجه ده لا اهم حاجه لحظه خليلي سوري ما انا شفت اسمه مش يعني حبيبي عدي السلام يا زايد من قبل ما اشوف ليلى كنت عايز اقول حاجتين دلوقتي بتقول انا الواد ده انا بحبه جدا وخلاص اتعودت عليه الواد ده الواد ده وهيصعب عليا فراقه والله العظيم وعايز اقول ان ريلي وحشني جدا ايه انا في وانا ماشي من الاسبوع الجاي مثلا ابقى عامه لما نخلص عايز اقول لك فراي ايه انا في انا مشيت الاسبوع الجاي كملنا الفاينل يعني لا ان شاء الله باذن الله احنا الاثنين مع بعض دايما لازم تيجي تقعد قريب دايما وهو هيجري منه في هيجري بلدي وهاجي طبعا وليا وغاده اكيد وكلهم اكيد لازم يجوا وقبل ما اقرا ايه كاتب لي ايه عايز اقول له انت وحشتني وان انت مش موجود في الاكاديميه فارق فعلا معانا وحشتنا وزي ما قلت لك هو يبقى اسبوع اسود لحد ما نتقابل يعني حبيبي اخويا غالي عبد الغليل انا اللي بلف غلي عبد الغليل دي مينا كنوزه كنز ممكن كنز. تجاوبني اي الاوقات اللي عجبتك بالزاف وفوتها في ستار اكاديمي وكانت مع مين حلو ما سلم علينا والاغنيه حبيت. التي تمتلك يا ابطال ايه ده شو حاجه حلو ممكن تجاوبني اي الاوقات اللي عجبتك بالزاف الاوقات اللي عجبتني في الاكاديميه وكانت مع مين احلى اوقات قضيتها مع محمد شاهين وإلي ليا وليا وشيرين وعبد السلام وابتسام وغاده دول اكتر ناس في الاكاديميه قضيت معاهم اوقات حلوه من بقى من اكل مع غاده من ضحك مع شاهين فوق من خض إلي بالسبايدرز وخض خض كل خمس دقائق انا وابتسام وخيال بنتها عبد السلام الزايد وطرة اخرج طرة نفسي انزل اشرب كراش ونقعد يا خي حب طريقه كلامه انا حبيته من طريقه كلامه العربي يا خي ريان وريان وال راجل كراش يا راجل قالوا لي انا ابدع في الحجاز ترى ابدع في الحجاز وكانوا لي طوني من لبنان بحبته وري كل الناس مفيش واحد في الاكاديميه ما كانش معاه يا حلوه كلك انا مين من لبنان انا طوني من لبنان طوني من لبنان والاغنيه التي تمتلك يا ابطال روح يا حبيبي يعني ايه الاغنيه التي تمتلك يا ابطال والاغنيه التي تمتلك التي تمثلك يا قبطان تمثلني الأغنية عمرك ما سمعتوها؟ الجزائر كان نفسي الأغنية تبقى ليا طماعة أنا بس عمرك ما سمعتوها دي جديدة يعني واللقب لك يعني للجزائر يعني للجزائر يعني إذا أخذته أنت عبارة أخذته تحية لشعب الجزائر تحية الكنزة الغالية بنت الغاليين وشرف ليا ان حد من الجزائر يقول لي ان لو خدت لقب يبقى الجزائر خدته شرف ليا الاغنيه اللي بتمثلني يا ناسي وعدك وعدك ليا وعدك والله صعب عليا اول مره اسمعها طبعا ندى صالح مينا والله انا زعلان البرنامج خلاص هيخلص ومش هشوفك تاني ركز في الايفال واللقب مصر ان شاء الله ممكن تكتب اسمي فوق سريرك ندى صالح انا الاثنين يا فندم هيحصل بعد كده ايه هموت بعد البرنامج ولا هنتقابل شوف انت فين ونتقابل على طول كونتاكت ونتقابل انا موجود انا مش هروح حته فين كتبتي فين انت يا غاده حبيبي في ورقه فين بس ترجع تحطه القلم حاضر هناك حبيبي حد شوف بس هنا حبيبي اسمها ايه ندى صالح خد يا حبيبي خد انا يا فندم انا يا حبيبي خد دي خد محمود يا حبيبي سخن لك السلطه يا محمود اغسل لك المريول يا محمود التيشيرت اغسله لك لا انت هتلبسيه مش انا هو نضيف طيب هتلبسيه انت ميرو ميرا نعم خلصت دي لسه ميرو ميرا ولعت المسرح يا ابطال وعقبال ما تولع الايفال ومش هنقبل لغيرك باللقب يا رفع راسنا ممكن تغني لي اغنيه باسمي اميره جمال ميرسي يا حبيبتي ربنا يخليكي وان شاء الله نعمل ايفال كويس و جمال يقربك إيه يا اميره طيب. سعيده انا بقى الله قولها كده يا محمد الله
أميرة وكل ما ليا حياة قلبي ونور عيني جمال الدنيا في عيني الله يا غالي. إلي يا حبيبي الغالي ابن الغاليين اخويا مينا اي ميس يو ما بدي اشوفك زعلان راح نلتقى اكيد هنلتقى ما انت اربع ايام مستنيك حلمي صار حلمك راح ادعمك للاخر انت الستار اشتغل منيح للايفال والباقي علينا يا عم انا بس مش عايزك تتعب ولا عايزك حاجه انا عايز اشوفك تاني وعايز الاربع ايام النهارده ايه سبت حد 2 3 4 يعدوا كده والله العظيم وحشتني وربنا يخليك اخويا على كلامك وعلى راسي من فوق دعمك ليا وبشكر كل جمهور الي الي اللي دعمني وانا نوميني ووقف في ظهري وكل الجمهور اللبناني اللي بيحب الي وبيحبني وجي شجعني في يوم ما كنت نوميني ميرسي حبيبي الي الي جاست سمايل جاست الحياه مينا انا اشتقت الكنزه مينا ما اشتقت الكنزه ومسحكم والضحك اللي طالع من القلب وبيوصل قلوبنا شقنا لكم سوا يا اجمل اصدقاء شد حالك هلا انت املنا غني يا كنزه اكيد اشتقت الكنزه واشتقت لكل واحد انا بحبه في الاكاديميه ومشي واشتقت لكل زي ما كنت بكلم من شويه مع كل حد في مواقف عمري ما هنساها وخلاص كلها اسبوع ان شاء الله وباذن الله يا رب يا رب نتجمع تاني كلنا وتشوفونا كلنا تاني ويبقى احلى اسبوع في الدنيا واغني لك يا كنزه يا كنزة وكل ما ليا حياة قلبي ونور عيني جمال الدنيا في عناي جمال الدنيا في عناي عشقته لما قال لي بحنية نده ليا بقولة اه مجنني اه مجنني سارة مينا لو بإيديك ترجع شخصين فقط الأكاديمي تختار مين وليه وقالت تجاوب بصراحة وتهدي لكل واحد وتهدي لكل واحد فيهم أغنية. لو اخترت شخصين شيرين ولا شيرين وإلي شيرين وإلي أنا آسف مش قصدي والله حاجة بس قلتلك كده شيرين إيه يعني غرامك وداني إيه يعني فارقني ولا رجعني ليه فاكر إن الدنيا ببعدك ما فيهاش ولا قبلك ولا بعدك ده أنا بيك من غيرك مش فارقة قدامك أهو لسه بغني آه يعني كان طحون على بعين المي الدم حاسس روحي وجدي كان يطحن الحي امحو سريات يا سهر الليالي يا حلو على بالي غني 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 على بتاعتك دي سلام ديزل عاشقة مينا وكنزة مينا يا روح الجزائر يا حياتي تحية لأهل الجزائر مين أكتر شخص افتقدته بعد إلي وكنزة شيرين شيرين طبعا من ضمن الأشخاص هما تلات يعني هما كلهم
بس كليتهم ايدي وكنزة وشيرين وابتسام وعبد السلام وريان وريتا وعلي وعلي شداد ومحمد حسين ودعاء وليس واشراق واشراق واسماعيل ميسترلي وريان طبعا قلته قلته وريان تالت مرة كلهم هو سيري حاب كبل النسبة بتاعتك لسه كبل النسبة بتاعتك ايه الاغنية اللي نفسك تغنيها في البرايم ركز داخل ايفال اعمل احسن ما عندك وتدرب اكتر وانت قد هنلعب بقى ولا ايه نلعب وانت قد سقطنا غني قول مع محمد افيه مصري افيه مصري غني قول مع محمد افيه مصري افيه مصري يعني ايه غني قول مع محمد غني غني وبعدين قول مع يعني غني ولا قول افيه انا بعدين اقول افيه مصري حكمان عربني بديني مرة يا مولانا تاخينا يا راغي بنت دهجة تيجي بساعتها تجيب ساعتها حكيم انا ربنا يا مولانا مديني ولا تخيل اقول لها ولا يسكت ما فيش ولا يسكت مصدق فور تمام مجيب سكينه مين امال هو قدوتك في الفن لا وغني لها اغنيه عشان ما تزعلش مهما قالتليش غني بغني وقول غني وقول اي غني اي اغنيه تكون حلوه كده على نار الشوق انا هستنى وحصبر قلبي واتمنى على بال ما تجيني على بال ما تجيني وتنى فايزه كام فايزه كام مين من هو قدوتك في الفن اللقب يليق بك لانك فنان بفنك واخلاقك العاليه وانا معاك سلم عليا وغني لي فايزه من الجزائر هاي فايزه فايزه قدوتي في الفن قديم ولا جديد قديم بحب ناس قديم قديم بحب ناس كتير قوي عبد الحليم وعبد الوهاب وام كلثوم وكريم محمود ومحمد رشدي وناس كتير قوي في الـ في الـ في الايام بتاعتنا في جيلنا احنا بحب عمرو دياب طبعا اتولدت بسمعه بحب تامر حسني بحب محمد حماقي بحب رامي صبري بحب هيثم شاكر محمد محي عامر منيب الله يرحمه بحب ناس كتير ومرسي على الكلام الجميل ان الفن بيليق باخلاقي العاليه واللقب بيليق يعني الكلام على راسي والله العظيم نانسي يالدا نوس يالدا مين غنيت روعة مع حكيم ورأسك عسل شرفت بلادك ان شاء الله تبقى الفينال ربي يوفقك احلى تحيه من العراق لمصر الحبيبه سلمني على محمد تحيه لاهل العراق كلهم وعراسهم فوق والحمد لله وبعد تحيه لنبيل حيل كل السنه وتحيه لنبيل طبعا نبيل حبيبي وحشتني يا ولد يا ولد ومين غنيت روعة مع حكيم ورأسك عسل ربنا يخليك يا كويس ان انا عرفت ادي كويس وعجبكم لولا محمد ربنا معاك يا احلى ابطال ودايما يا رب رفع راس مصر وكان نفسي اليه يكون موجود بجد خلاص بقى ما تقلبش المواجع الجرح لسه واجع والقلب اللي انت بعته راح ومش راجع راح ان شاء الله اربع ايام وراجع بيريح اربع ايام وراجع وكان نفسي اليه يكون موجود بجد كان وحشه من غيره غني له وغني اليه وغني الالي عند الهيا الاول حبيبي يا عمر انا كل جراح لو كنت حبيبك سيبنا ارتاح انا رايح فين انا راجع تاني انا مش هنسى ولا قلت انساني انا رايح فين انا راجع تاني انا مش انساك ولا قلت انساني ايوه يا عم مينا وغني لي ليه ما هي دي ليه انا رايح فين انا راجع تاني من غيره غني له وغني ما هما الاثنين هو انا بقى خلاص تمام 46 اغنيه يعني يابا تعالى اضربني على وشي يابا اضربني على وشي انا استاهل ضرب الشبشب يابا اضربني منون عز منوش عزو لو ما انت
لو منتش منتش ازاي؟ ايه منتش دي؟ لو منتش في ستار منتش أكاديمي. عندنا في مصر في ناس بتقول منتش، لو لو انت منتش منتش ازاي من منا في مره اسمها لو انت مش في انت اكيد مش اكيد فيه. انا هقول لك كان هيكون فين لو انت مش في ستار اكاديمي ولا في البحر، كان ممكن تكون فين؟ في الطياره. كان ممكن اكون فين؟ في الطياره. لا وبغني يعني ولا ما بغنيش؟ لو ما بغنيش لا لو لو ما بغنيش ولو مش في البحر كنت ممكن اشايف نفسي في من سيربح البونبون محط لاسلكي. محط لاسلكي شو؟ ما اعرفش اكيد كنت ابقى لازم ما اعرفش طيار طيار اكيد لو مش بحر وفنان حيكون طيار. هكون بيدرس. انا اتولدت بحب المزيكا فمش عارف كنت ابقى ايه. ممكن استاذ استاذ رياضيات مثلا. ممكن يكون مقدم برامج من سيربح البونبون. ممكن مدرس العاب. اوكي حبيبتي ما تاخذوني رح ضل هون يا جماعه حبيبتي شرطه ميله فراغ لمين دي وبكتب لي حروف اسمك او كمبيوتر حاجه كمبيوتر ايه هيك وين ماي جاد عم شوف يا صوره قويه قوي يا ريت تغيروها بصراحه ويسو يا ريت صورة كلنا كلنا قتلنا نضارة عاملة شغل يا ريت شيلها بسرعة يلا يلا تعالي حبيبتي